بتقول لي توت احمر وتوت احمر وما تحكي راسبيري. اول سيت رولينج. لفيت ايدي عملتها هيك بلا ما حدا يعرف ما وقفت الحلقه وما حدا عرف. تب ترب ترب ترا. ليش عم بحطه بالبراد؟ ما بدنا نشوي. هول لقيتهم على جنب. حطهم. لا مش حقيقة هيدا ابدا. ذوق يا خيي ذوق. بدك ذوق انا وانا مش عم ذوق بالمعدة. اطلع اطلع من اطلع. لا 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 فراس عن جد. رجع فراس. عم تحكي معي؟ لا عم محمود. طلع من كل عقله لو عم يسترجع انا اقول له شو يعمل هيك سايس تعمل بس مش قطع ليها. كات. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم. مثل العاده انجريدينز على الطاوله. هل انا حاطبخ؟ ما بعرف. بس شايف اشياء هون. هاوي طبخ حيعمل شيء ما بعرف شو هو. رجا تفضل. الخي حبيب قلبي. انا اسمي رجا بشغل بالفيديو برودكشن بس بحب الطبخ كتير فانبسطت كتير لما فراس كزمة عزمني على البرنامج وجهزت له اشي قوي جدا. استضافة مهمة هاي لأول مرة يعني مع انه احنا بارتنرز ان ريل لايف. اليوم مين عنا؟ رجا الشيف الصاعد. حعملكم فيه اشياء حعملكم دروبة احضروا وشوفوا. ايه بس لأول مرة بتدوقني طبخ صح. او من الاشياء اللي بتحبها صح. بس فراس مش اي حدا. انا بعرفه مزبوط بعرف حركاته بعرف شو بيعمل بخطط شغلات من وراي فالله يستر شو ناوي يعمل بهالحلقه. اليوم حلقه كتير مميزه وانا اي سجست هاي الريسيبي تنعمل على السحور. ليه سحور يعني ما في اكل على الفطور مثلا؟ لا انا اقول لك انه مزاج كلها لحالها. بالفطور انت شو بدك؟ بدك تاكل شويه سلطه شويه سمبوسه شويه عصير صح فحتختلف عليك الفليفرز بس هاي بدك تكونسنتريت لانه فيها طبقات فليفرز وتكستشرز بدك تركز فيها مزبوط. وهلا شو حتعملنا؟ شو حتعملنا طبيعي؟ اللي بيعرف فراس كزمة بيعرف شو انه فراس بحب الساندويتشز وبحب الايطاليان فود بحب الاكل الايطالي كثير. جمعت هذول الشغلتين بشغله واحده بدنا نعمل اليوم تشيكن بيستو ساندويتش. بيستو قوية جدا. طيب اول اشي خلينا نبلش بمارينيشن التشيكن. جاهزين؟ التشيكن فيكم تعملوها مارينيشن لمدة 3-4 ساعات وممكن تعملوها مارينيشن على طول تسلقوها على الجريل. انا بفضل استخدم تشيكن ثايز بالذات للشوي لانه بيضلوا جوسي وبيعطوك فليفر. وريممبر دائما ريممبر فات از فليفر. ما تخافوا من الدهن. الدهن بيعطيكم فليفر طيب بالذات اذا دهن طبيعي زي هيك صح فراس؟ مزبوط. تشيكن تفضل تفضل نزل انت. هلا حنعمله مارينيشن. مزبوط مارينيشن خفيف لطيف ما بدنا كتير نزود لانه الفليفر ستار عنا شو البيستو طيب. تمام شو حتحط بقلبه؟ اول اشي دائما لازم ما ننسى ملح. دائما انا لما اشوي شو بعمل بحب ازود شوي زياده الملح عشان كتير في ملح راح يروح مع الشوي مع الشواي مع كذا. بعدين عنا البهار بلاك بيبر فلفل اسود وبتعطيها تعطيها ضربة قوية يعني لازم ضربة قوية طبعا طبعا وبيضربها. اوكي شايفين المارينيشن كتير سمبل على فكرة نص ليمونة تقريبا او عصرة ليمونة بسيطة. بس انت نسيت شيء مهم. شو هو؟ حبيب قلبك التوم. حطلنا تقريبا تنتين او ثلاثة توم. تعمل سماش للتوم لما تحطه؟ طبعا طبعا سماشت حلو سهولة عشان تطلع القشر بسهولة شايف؟ حطها لقلك. عنا هاي وحدة مكتر توم. الله مكتر توم. خيك الكزمة بحب التوم أكيد. تيني توم لقلك. في توم عنا مع المارينيشن على الخفيف. هذول بكفوا شايفين دايس. ولك يا عيني على التوم وعشق التوم. لك زدت لك توم لقلك. روح لقلك زدت التوم يعني. لازم تعامل الحق تعامل الأكل بحب. تعطيه حب تعطيه أنرجي. كل ما تعطيه أنرجي بوزيتيف بيطلع الأكل أفضل. بعدين التشيكن انتوا عم تعملوا له مارينيشن شويه مساج. فراس بيعرفني اني بحب السبايسز كتير فصدمته انا بريفرس سايكولوجي عملت له مارينيشن كتير بيسك. خلي البهارات التوم الحامض يعشقوا للتشيكن هيك بصير كله بفوت مع بعض. طلعوا لك ها تفاجأت توقعت يكون فيها سبايسز وهالقصص بس خلطه الدجاج كانت بسيطه. اشوف بالله فرجيني بس قطعه التشيكنايه بعد ما نعملها مارينيشن. ايوه توم فيها كلها ماشي الحال. المارينيشن خلص ممكن تحطه بالبراد. بنحطه بالبراد. اوكي عندنا خلاط. اوكي تمام بنعمل شو؟ البيستو. البيستو 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 يا عزيزي البيستو. البيستو كثير فريش كثير طيب تمام سلخنا. روح حط حط. طب وشو بتحط بعد ما بدك تجيب اللايم او شيء؟ قلنا قلنا كمان قلنا كمان هذا كله بيختفي لانه بتعرف. طبعا طبعا بحب احط عليه بس ليمون لانه اللايم شوي فيه طعمه هاي اللي عرفتها اللي شوي على بتيجي على شوي بترنس ما بدنا اياها بال. اوكي هون طبعا لازم ملح بهار. ملح بس بهار اسود طبعا. هلا بتحط افوكادو مع البيستو؟ لا لا قصه ثانيه. دائما دائما انه
حبة توم. اي حدا بحب الطبخ او عنده عشق للطبخ جوز بيعطي من قلبه. هلا انا زلمه عن جد ما بحب اقعد بالمطبخ، عن جد ما بمزح معكم، يمكن بحب اعمل ساندويتش، بحب اعمل اشياء كتيرة، بس على قدي هيك على رواق. شو عم تعمل؟ حطيت والنتس، زيت زيتون وتوم مع البيسل وملح وبهار. حلو بصراحه الموضوع شكله كتير قوي وحامض كتير قوي صراحة. يعني فراس انا حاس في شيء عم بيصير من وراي، بس انا مركز كتير بالطبخ. ليه نقطتهم؟ يلا روح وبرجع على الخلاط وبرجع لك. روح فات بالبيستو صار يحط الانجريدينز وما الانجريدينز ويخلط وراح لورا وبلندر وقصص. ولك نسى البارميزان، ولك اساس البيستو نسى البارميزان يا جماعه. بكل الدنيا بارميزان اساسيه نسيها. طب ترب ترب تراه، جهز لي حالك لريحه الفريشنس. باستو عويلي. بس المصيبه لما بلشت اعمل البيستو تذكرت اني ناسي البارميزان. بس في شغله، شو ما شفتك حطيت بارميجان بقلب وفي راس خلبوس، يعني مش انه تروح عليه على طول. مسكني قال لي شو وين البارميجان؟ كيف البيستو بلا بارميجان؟ صح سوري يعني عن جد كشفتني. حسيت انه بهاي الريسيبي البارميجان حيكون اوفر باورينج للتشيز اللي مستخدمينها. انا بدي نحس بالموتزاريلا، بدي نحس بالفريشنس والطبقات، وما بدي شيء يكون اوفر باورينج. فلقيت له سبب والسبب مشي، فمشوا فما حطيت الباب. روح. Yeah. This is what I like about cooking. شو اللي بحب؟ هذا اللي بحبه بالطبخ، انه فينا نغير ونظبط حسب كل طبق على اساس نطلعه بالواحد الفليفر اللي بدنا. اوكي نزل اقول لك يا عين. هاي مخيه. اي والله. والريحه رهيبه، الريحه كتير قويه، ريحه الحامض، ريحه الثوم، ريحه البيسل. اوكي اوكي دوق يا خيي دوق. هاي مني لازم تدوق من عندي. شلت الباستو بملعقه وضفت عليها يمكن نص كيلو ملح بملح. قلت له دوق. انت ممنوع تدوق، انا ما بحب حدا يدوق. لا بس انت مش هيك عم بقول لك دوق، يعني فعلا عم بقول لك دوق انا، وانا مش عم دوق من بعدك. انا حرجع دوق من بعدك. بيرفكت. ليش مالحه كثير؟ بس ما حبيت حدا يعرف، فقلت انه عادي طيبه ما بدي ولا شيء. دقيقه مزبوط. بيرفكت بيرفكت يس. رحت هربت لورا عشان اخذ بيك تيست، فاخذت المعلقه كلها وانصدمت انه مالحه، عم باكل ملح بس انا ما حطيت ملح لهالدرجه. شو اللي صاير؟ حطيت ملح فيها كثير. ضرب فيها الملح صح؟ كيف بتقولي منيحه؟ ليه خفت؟ فدائما بالمطبخ لما يصير شيء زي هيك بحاول اعدل. فمسكت الليمونه عشان اعصر، وبدي احط زيت زيتون زياده مشان اعادل الملح اللي مش طبيعي اللي دقته. خاف لانه قال لا انه شو الرسم اللي عاملها فيها كثير ملح، ما بدي يبين حاله على كثير منيحه. لا ما حتنحس هاي، ما حتنحس. ويت خليني اكسرها بشويه ليمون. لا لا ذيس از جود ذيس از جود. انا حطيت ملح هونيك بعندك يا حبيبي. ضحك علينا، طلع حاط 10 طن ملح وانا عم باكلهم كلهم. متت ضرب مخي. حسيت هون منيحة والله. بقول طلعت مالحة كثير. جلطني بعدك لهلا ما فهمت الملح. هيدي حطيت فيها كسرتها بشوية. هيدي ممتازة. ما رحت دقتها هناك وجنيت. ما انتبه قلت خربنا الريسيبي. اطلع اطلع من المطبخ اطلع. نو اتس ريلي جود. It is really حرام عليك. It is really good والله والله. شيلوا الحديث عشان أبو صحيح. نحن ضربنا البيستو بملح وجنناه لرجع، بس دقت البيستو صح للأمانة. بيستو طعمتها كتير طيبة والبالانس تبعها بعقد. أنا قلت حطيت ملح بس مش لهالدرجة، مش لهالدرجة عياري بالملح. خلصنا البيستو صوص. خلصنا البيستو صوص. هلا بدنا نعمل التشيكن على الباربيكيو. بدنا نعمل التشيكن على الباربيكيو. بدنا نبلش نعمل اسامبل ساندويتش. بالضبط. يلا. بالضبط. بدك التشيكن؟ أعطيتنا التشيكن. هذا التشيكن. أوه. Love it. حرارة مليار صار. روح سلام يا عين يا عين. ما في شيء ممكن يقرب لطعمة الإشي لما تشويه على الفحم. لا, لا أكيد. مهما قلنا إلكتريك جريل وغاز جريل وكذا، شاركل جريل غير. هلا في عنا شيء كتير مهم، تمام؟ اللي هو شو؟ الأفوكادو. أوكي منقصها. هاي أكتر طريقة سيف تقطع فيها الأفوكادو، على عكس ما السوشيال ميديا بتقول. على فكرة أيوة الأفوكادو كان بإمكان أعمل جواكامولي أو أعمل بيسك أفوكادو مع شوية ليمون وملح، بس حبيت أعمل تاتش. يلا أوكي منعمل الكيوبينج هذا الترديشنال. كمان هاي بتديروا بالكم ما تجرحوا إيدكم إذا السكينة كتير حامية. فعلا فعلا يعني. بس كل بساطة انا بدي اخلي شويه تكشر، ما بدي اعملها ماش تصير كثير زي الصلصه. اكزاكتلي. فانا بشيل هيك ونشيل الثانيه. نحط اللايم. حلو ولع لايم. لازم لازم. اوكي ملح بس ما تعمل فيه المقلب. لا 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 خلص
بهار. بس المشكلة إنه فراس ما بحب السبايسي، فللأسف أكتر إشي بحبه بالحياة ما حقدر أحطه بهالرسم. ما في شيء اختراع لهلا يعني. لا بعدك أضمن السليم. كرامبري. هذا هو الاختراع، هذا هو التاتش اللي حبيت أعمله. هيدي هي التاتش اللي قال لي ما كان يقول لي عنها، أنا فكرت مخبي له شي صوص على شي محل، طلعت هي الراسبيري مثل ما هي مع خلطة الأفوكادو رائعة. بس هيك يعني هيك حيصير فيه شو عنا؟ عنا جواكامولي بالراسبيري، بس ما تمعسوها كتير، خلي شوي شوي تتمعس وشوي لسه فيه تكشر لإلها هي والأفوكادو. لا 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 فراس عن جد، لا لا هاي على فكرة كيف أكثر من الساندويتش بليز مع الساندويتش. لا I want to taste sorry. يا الله لازم تخرب الاكسبيرينس. انت عملنا افوكادو بالراسبيري جواكامولي بالتوت الاحمر، طعمه اللايم قويه، كرامبري، افوكادو، بلاك بيبر، شو رايك فيها؟ سويت ساور بالضبط، ملوحه والله. لايك كمل شوف الدجاجات. لا بس ما تخلصهم والله، في عنا شوف الدجاجات عمل معروف صراحه، طبق كتير مفيد. مش معقول كلر، ما تقول لي ما تقول لي لا لا كلر كتير قوي ضايل. بس عندنا بريوش، بدك بطر اب وحطه. يس yes. روح بدنا تو سلايسز، ودائما لازم يعني لو بتاكل بريوش كل بريوش كله فيك كات، استمتع بالفلافينس اللي جوا. تقصد اجيب بريوش فيك عشان يضل فلافي من جوا ونحمصه من برا مع شويه بتر، يعني حيعطي تكشر للساندويتش. تخيل نكهه هاي على كيفك. تمام بتر صفه بتر قوي قوي قوي، شوفوا قوية. شو رأيك بالتحميصة؟ تحميصة رائعة، ريحة البريوش مان. روح ما بقى، لا رجع عمل معروف. سيدي أفرجيكم الجاج كمان، نفسيتي تعبانة. الجاج طلع مشوي بيرفكت. بحب أول شيء تشوب ذم أب شوي عشان اللقمة تعرف تاكل. روح فوي تشوب ذم أب شوي هيك رفلي. أوكي بس إشي بسيط يعني مش ضروري تكون ماتش، عرفت؟ خليك معي. في شيء مشهورين فيه بالعرب وبالعالم كله. هي يعني كيف بدي أقول لك، رياضة مهمة جدا. كرة القدم. لا طول بالك، تعد من اهم الرياضات، فيها شيء يعني من 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 الحيوانات. صيد. لا مهم لكثير ناس، فيها بطولات والبطوله تبعها بطوله مهمه. سباق الاحسنه. سباق الاحسنه عفاك والله. سيبك من حذيرك هلا، شوف الجمال هون، شوف لا 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 شوف شوف لا 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 انا بدي اعمل اسامبل للساندويتش. انت عم تسالني اسئله مش وقتها. هلا شو عم تعمل؟ الروكا. شوف الروكا. اوكي سلخها ضربه حلو على القلب. عجبتني التاتشز. شايف عجبتني التاتشز. وحتحط له تشيكن. تمام بنحط لنا حتحط تركي، شقفه تركي. والله مو كتير عشان نوزن الملوحه، بعدين نمسك شويه تشيكن. يا جماعه شوفوا الدقه بترتيب الساندويتش، شوفوا الفليفرز اللي حتطلع، شوفوا من التشيكن للتركي للتشيز. مان ذس از جود بصراحه، لازم ندعمها مضبوط. I'm impressed man. وحطيتها تشيز وعين عليك. لازم تشيز، هاي انت بتحب التشيز فلازم ندعمها بالتشيز. تشيز مضبوط، مش دبل، تريبل. تريبل تشيز تريبل كمان 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 حبيتك. وشوف حبيتك. شوف شو حنعمل هلا، حتعملها تورش لحتى نضرب هيك تدويبه خفيفه للتشيز. شوف يا عين دوبها، حطيتها هيدا الجولدن تاتش قوي، فاجئني فيها. قوية صح؟ قوية. وما تنسى دائما عنا لازم نحط صوص على جهة تانية. أكيد الصوص فوق وتحت لتعطي بالانس، ليكون فيها هيك ما تكون ناشفة. التشيكن جوسي من نسيت شاي انت؟ لا ما نسيتها، مش بدي تركها للأخير. كمان هيك نزود راسبري عشان تحس طعمة الراسبري معنا. ايوه الموضوع في انا طبقها. ليه ما عم ترد؟ روح ايوه روح دقيقه، لازم وي هاف تو دو ا كات. ما هو مش هيك بدي اعمل كات. يس انا قبل الكات بدي اعمل شغله كمان. طول بالك علي. صراحه مش مخيف صراحه، ساندويتش كثير مخيف. انا بحب اي كات اون انا نفس الشيء انا هيك اصلا ما حلو الساندويتش ينقص هيك بالعرض. هلا انا متحمس لانه فراس قرب يدوق الاكل وقربنا نخلص، دائما بفكر مخي شو حيفكر، شو حيحكي عن الاكل، هاي حيعجبه هاي هلا، لانه بصراحه فراس ملك الساندويتشز، فاذا وي جت ذا ابروفل نعرف انه احنا عملنا شيء كثير كبير. حبيبي مع الساندويتش انا بحب هيك مع الساندويتش. شوف الكروس سكشن، واو فرجيه. واو شو عملت انت؟ شو هذا الشيبس اللي حطيته؟ لازم احط الشيبس. ليش حط مع الساندويتش؟ معلش لا تاخذني بس والله الكروس سكشن
طلع. يا ويلي وعديت العده اللقيمه وفعلا قلبي من جوا وجعني. ساندويش هيك يعني كتير قوي كتير قوي. وفراس ما حكى، فراس اكل، وهذا اكبر دليل انه عجبه الساندويتش وانبسط فيه. او ماي جاد او ماي جاد، بقول لك هيدا ساندويتش سوبر جود. مان سوري بهدني عن جد. يو سيرتيفاي مي؟ مي من جد الحمد لله تو بي ماي اسيستنت. رجع هاوي طبخ بس عن جد عمل ساندويتش ايطاليان ريلي جود للامانه كثير قوي. على فكره مش مزح، ساندويتش كتير طيب، البيستو طيب، الافوكادو اللي بقلبه، التاتش اوف تركي، التشيكن كيف انعمل له مارينيشن، الباربيكيو بقلبه، اتس اميزنج، مش قادر اتركه، عن جد ما عم بزح معك. وبتحسوا انه انتوا عم بتذوقوا كل الفليفرز بكل اللايرز، لاحظت انت كيف البيستو، التشيز، كذا، كل شيء. او ماي جاد، شو هالساندويتش؟ حبيته. على فكره سبسكرايب، لايك، حبيتوا الحلقه، في كثير حلقات جاي. اول شيء شكرا كثير رجا، بشكرك كثير على حضورك على الساندويتش الرائع. يو اكسيدد ماي اكسبكتيشن، ام سيريس، عجبني كثير الساندويتش، الانجريدينتس اللي بقلبه كيف انعمل كيف انحط، ساندويتش كثير بسيط. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب، شوفونا بحلقات ثانيه. بصراحه كانت تجربه كثير حلوه كثير فن. طبعا فراس مش بس فريند، هيز ماتش مور ذان ا فريند، والريزلت كان رائع. واي وود دو ات اجين اند اجين اند اجين. ثانك يو فور هافينج مي.